والوضع من أسوأ إلى أسوأ والله، لأن دي يقمعونه يعني بس يردون ينهوها بأي شكل كان. عسى ما تعدي والله الجيش بالساحة أبد كلش متعاون، بس التعدي من هذولاك العجسر قنابل وصوتيات وبحارة وش سوا ولعبة وجولة. أهلية المطالبة اللي طالبوها ما هي مطالبات؟ عم احنا بس نريد وطن، احنا كل شيء ما نريد، بس نريد وطن، بس نريد هاي الحكومة تتغير، لأن احنا طلعت رواحتنا شاب يتخرج شهادة يروح يجيبها من الخارج ويرجع هنا وهم ما معترف بيها، ما تعرف الشردون، طلعت رواحتنا، بس نريد يطلعون، بس خليه يطلعون. عمي كل شيء منريد منكم بس طلعوا، لا تصلحون ولا شيء، بس طلعوا احنا نصلح، احنا البلد احنا نصلح. هاي الشباب شوفوا كلها ايد بايد، يوقع واحد الف واحد يشيله، يتعاركون يشيلون الدخانية حتى ما حد يتأذى، يتعاركون عليها، بس نريدهم يطلعون كل شيء منريد من عندهم. واستخدموا كل انواع الوسائل القمع اللي هي الدخان اللي خنقت العالم، اللي بي رب واللي بي امراض اللي بي حساسية اللي 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 لاخره. وشغلة اللي قالوها على اساس انه نزلوا اصلاحات جديدة، حجي شاب الواعي الاصلاحات بعد ما تفيده، الاصلاحات هاي ما تخدم الشاب بالوعي اللي يعرف وده يشوف الشارع. الاصلاحات ما نريدها، نريد تشكيل حكومه جديده، نريد كل شيء جديد، نريد حكم يغيرون الحكومه كلها تطلع. الشاب بعد ما يفيد الشارع، بعد ما يفيدهم هذا الحكي ولا يخدمهم الاصلاحات. الاصلاحات ها صارت من 16 سنه يقولون يابا هالسنه اصلاحات وهالسنه وكل وسائل ماكو، مجرد شيء شفوي، حتى تحرير ماكو، حتى ذا تحريري ينزلون قرارات مو منطقيه براي كل 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 شخص واعي، براي كل شاب، براي كل جيل شاف هذا المعاناه والالم وكل شيء. ان شاء الله حج، ان شاء الله المظاهره ننتصر وننتصر والشهيد ما يموت ان شاء الله. تظاهرات من يوم الخميس بالليل، من يوم الجمعه الصبح او من يوم الخميس بالليل لحد هاي اللحظه الضرب مستمر، كل 10 دقائق تنضرب العالم، ما وقف ابدا الضرب، والضرب ما يصير لا يقلق قواعد اشتباك ولا شيء. الضرب والمسيل للدموع ده يجي قصع العالم وفروسه، والبارحه استشهد ولد هنا براسه. اليوم ايش قد عدد الشهداء؟ البارحه بس بالليل اعتقد 2 بس اللي ادري بيهم من جماعتنا، لليوم ما ادري ايش قد واصله. هاي عدد المحافظات دع تشيك بس هنا باقيين، احنا مستمرين ان شاء الله. ما هي مطالبات؟ احنا ما نطلب من يمهم شيء، هذول بعد ما نطلب من يمهم اي شيء، ما نريدهم اي طلب من يمهم بعد ما نطلب، هذول بس يروحون من يمنا، ما عندنا اي مطلب من يمهم، لان ما راح يسوون اي شيء. احنا من الخميس بالليل لحد الان احنا مستمرين بالمظاهرات ليل صبح، والعوائل هنا منتشره، ومطالب ماكو مطالب، احنا ما نطلب من يمهم اي شيء هذول، لان ماكو شيء راح يسوون لنا اياه ممكن يشفي جراحنا ويخلينا نسامحهم على الشهداء اللي راحت وعلى اخوتنا اللي استشهدوا هنا وماتوا بقناصيهم واحزابهم اللي ما رحمتنا ابد. اليوم نعم صار اعتداء مسيل الدموع، قاموا يضربوا قصي على العالم مو فوق، الطلقات الصوتية همينا على العالم صارت، وبس مستمرين وضالين وما نخاف إن شاء الله.